ألو حياتي، اليوم هو 14 شباط، يعني عيد العشاق، وفي هذا النهار المجيد أنا عبدك المجيد، مجذوب إليك، أنا عاشقك المتيم. هابي فالنتين حياتي. بدك ما تواخذيني، أنا عملت لك مست كول من شوي. لأنه ارتقيت، وبكل صراحة إنه كل اتصال عم بتصلوا فيكي عم بيكلفني أكثر من 10 سنت للمخابرة، وهذا الشيء عم بيكسرني. وفرضا لو عزمتك على العشاء يلي رح يكلفني ما لا يقل عن 150 دولارا، كنتي رح تفتحي معي شتى المواضيع، منها موضوع السيارة أو الشقة يلي مفروض إنه تكلفني ما لا يقل عن 250,000 دولار، وهذا فوق طاقتي كليا يا حياتي. وأيضا كنتي فتحتي عدة مواضيع، منها العرس والفستان والمعازيم والكوكتيل إلى آخره، وأنا الذي ليس باستطاعتي أن أحضر عرس يا حياتي، فكيف بالحري أنه أدفع على عرس؟ باختصار، وبهذا النهار المجيد يوم فالنتين، بدي أطلب منك يا حياتي ما تنبسطي وقت أقول لك حياتي، لأنه حياتي وباختصار شي لعني. ألو؟ ألو حياتي؟ أقفلت الخط في وجهي قبل أن تقول وداعاً.